اهلا بكم مره تانية في برنامج منتدى الاعمال. بنتابع رسالتنا في منتدى الاعمال اللي انطلق من هنا في قناه الحدث، وباذن الله البرنامج مستمر في مناقشه القضايا الاقتصاديه والاجتماعيه. بنرفع رايه العمل والانتاج، وايدنا دايما في ايد كل واحد بيساهم في انه يرفع اسم مصر في كل ميادين الانتاج. بشكر كل اللي بيثق فينا وفي رؤيتنا ورسالتنا ان احنا بنشتغل علشان نشارك في صنع مستقبل افضل لينا ولاولادنا وللاجيال القادمه باذن الله. وقبل ان ابدا حلقه اليوم، انعي بكل الاسى زميلي وصديقي الغالي الاستاذ بدوي شلبي، ورائد من رواد الصحافه الاقتصاديه وتحديدا القطاع العقاري. بدوي شلبي توحدت القلوب في محبته، وسيظل حاضرا باسلوبه المميز وقلبه الذي لا يعرف الكره. رحم الله الفقيد الغالي وخالص العزاء لأسرته الكريمة ولكل الزملاء في جريدة البورصة وكل الزملاء في الصحافة الاقتصادية. وأتمنى على مجلس نقابة الصحفيين وشعبة الصحفيين الاقتصاديين أن تكون هناك جائزة باسم بدوي شلبي، النموذج الملهم لكل الشباب في مهنة الصحافة. في البداية بحب أوجه هذه الرسالة إلى زمايلنا وأساتذتنا في نقابة الصحفيين أن يتبنوا هذا القرار بإذن الله. في بداية حلقتنا النهاردة عندي تعليق على قرار محافظ القاهرة بالتراجع عن قراره بفرض رسوم إضافية على التصوير في شوارع القاهرة. خبر قد يبدو عادي جدا، فرضنا رسوم ورجعنا شلناها لحد كده عادي، بس اللي مش عادي هو تأثير الرسالة وأثرها السلبي، إن تفكيرنا كله في اتجاه رفع الإيرادات تحصيل رسوم. من هنا بوجه رسالة إنه محتاجين ندرس أثار أي قرار، سلبياته وإيجابياته وانعكاساته. مثل هذه النوعية من القرارات لها تأثير اقتصادي واجتماعي، ودي رسالة كمان لكل المسؤولين، احنا عايزينكم تنجحوا والله، وعايزين الجرأة والسرعة كمان في اتخاذ القرارات علشان ننهي مصالح الناس. القضية قضية خطيرة جدا، وأتمنى ان يكون دي الرسالة واضحة جدا. احنا عايزين نسهل على الناس، عايزين نشجع الاستثمار، عايزين سرعة في اتخاذ القرارات، ودي تتماشى مع ان احنا بنقول الجمهورية الثانية، وده هدف نبيل وهدف كلنا لابد ان احنا نسعى لتحقيقه، كل واحد في مجاله. الاعلام عليه دور، المسؤولين ايضا في المكاتب التنفيذية والجهات الادارية عليهم دور، القطاع الخاص ايضا عليه دور، واتمنى ان احنا نكون الامور واضحة في هذه النقطة. الموضوع الثاني أزمة الدكتوراه بتاعت محمد رمضان، ودي أزمة مرتبطة كمان بأزمة الثانوية العامة، ويعني ده يخليني أستدعي المقولة الشهيرة للفنان عادل إمام: بلد شهادات صحيح. أولا أنا مع فكرة إصلاح منظومة التعليم في مصر، والتغيير أصبح ضرورة وفرض عين. بلدنا أهم ثروة فيها هم شبابها، وبالتالي استثمار الشباب وطاقته أهم وأخطر التحديات اللي بتواجهنا. محتاجين فعلا نعلم ولادنا المهارات، مش حفظ ودراسة مناهج قديمة لا تلبي الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل. محتاجين بجد التعليم الفني، وده دور الوزارة والإعلام إننا نعطي للتعليم الفني حقه على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي. مليارات بتنفقها الأسرة المصرية بلا طائل ولا عائد، وفي الآخر خريج محتاج يتعلم من أول وجديد. احنا في وضع صعب ومتناقض، قطاع خاص يبحث عن العمالة الماهرة، وبطالة تعتبر قنبلة موقوتة، ولولا المشروعات القومية اللي غير مسبوقة في مصر كانت هتبقى الأزمة صعبة جدا. أما بالنسبة للأستاذ محمد رمضان فهو مش لوحده اللي بيشتري شهادات، في كيانات وهمية ومشبوهة بتمنح الدكتوراه ولقب سفير، وعندنا سفراء نوايا حسنة بالألاف. وأزيدك من الشعر بيت: في كيانات بتمنح شهادات تكريم ودروع وتمنح أوسمة تحت مسميات رنانة ما أنزل الله بها من سلطان. أتمنى من الأجهزة الرقابية أنها تتدخل القضاء على هذه الظاهرة وتطبيق القانون الذي يجرم انتحال الصفة، وده موجود في مجالات كثيرة ومنها بطبيعة الحال الصحافة. مع أول أخبارنا، غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات نظمت اجتماع مهم الأسبوع اللي فات علشان التعريف والتوعية بمشاكل التسجيل في الجمارك في النظام الجديد، والغرفة استضافت مسؤولين من الجمارك علشان خاطر توعي الأعضائها
اهميه التسجيل واهميه التحول الرقمي في ده. طبعا في مشاكل، تمام، والمشاكل يعني في قنوات اتصال، علشان خاطر لو السيستم نفسه اللي الناس بتسجل فيه في مشاكل تصلح، وكمان الشركات تبتدي انها تطور من نفسها كمان عشان تتواكب مع التحول الرقمي. التحول الرقمي ده احنا ماشيين فيه لا محاله، وده بيحل مشاكل كتير جدا. في مشاكل في التطبيق باذن الله مع العمل نحلها. ومعانا المهندس اسماعيل لقمه، عضو مجلس اداره غرفه صناعات مواد البناء، علشان خاطر يقول لنا تفاصيل هذا الاجتماع المهم. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا استاذ سعيد، تحيه لحضرتك والساده المشاهدين. وانا احب يعني في البدايه اشيد بالبرنامج المتميز اللي بيمس قطاع الاعمال اللي سيادتك قائم عليه، والحقيقه احنا بنتابعه وبنرى انه من البرامج المتميزه. شكرا. بالنسبه للحقيقه الغرفه دورها انها دايما تقدم لاعضائها كل ما هو مفيد وكل ما هو جديد. وكان الحقيقه نظام التسجيل الشحنات المسبق لا يعتبر من الاشياء اللي الدوله مهتميه بيها، وان سياده الرئيس بتوجيهاته وخطه الدوله للتحويل الرقمي، فكان لابد ان احنا نعقد ندوه في هذا الامر. وكان الحقيقه رئيس مصلحه الجمارك المصريه بدعوه من الغرفه استجاب في اسرع وقت في انتداب الساده رئيسه الاداره المركزيه للسياسات والاجراءات الجمركيه الدكتوره نجوى دغمور، ومعها مديرها الاستاذ ياسر، ومدير المشروع بتاع التسجيل المهندس احمد الروبي. والحقيقه استجابوا وقاموا بعمل ندوه بحضور كثير من اعضاء الغرفه، كانت يعني في تقديرنا انها ندوه مفيده جدا جدا، واوضحت وشرحت ايه هي نظام التسجيل بتاع الشحنات المسبق، وان نظرا لان ده سيكون الزام على جميع الشركات المصدره او المستورده من اول شهر اكتوبر. ما يعني ده هيبقى الزام، معنى مفيش تسجيل تاني يا باشمهندس اسماعيل يقدر يصدر او يستورد الا ان يكون مسجل في هذا النظام. مفيش تاجيلات تانية يعني؟ نعم يا فندم. مفيش تاجيلات تانية كانوا كان في لا لا, لا 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 يوجد تاجيل، وهذا فقط فيما يخص الشحن البحري. يعني ده بس يخص الشحن البحري. طبعا في طبعا نقدر نقول مميزات كثيره لهذا الموضوع، يمكن بعضها ان هيبقى يكون فتره الافراج عن البضائع ممكن يقل 50% من الوقت الحالي، برضو حمايه السوق من البضائع المجهوله الهويه، برضو يبقى في بضائع كثيره غير معلوم هويتها، مصدر الشحنات جاي من فين، والاهم من ده كله ان التسجيل المسبق ده في اطار المرجعيه والشرعيه الدوليه واللي مصر وقعت عليها، فاحنا كان لازم نتواكب مع هذا، وده يعتبر التوجه بتاع الدوله. واحنا يمكن يعني كلنا كناس سواء مصدرين او مستوردين، اعتقد ان ده هيبقى لينا ايجابي جدا جدا. الحاجه برضو اللي احنا الحقيقه برضو طلعنا منها من ندوه، ان احنا عشان الاعضاء في الغرفه ويبقى عندهم يعني معرفه تامه، اتفقنا مع برضو الساده بتاع مصلحه الجمارك نعمل دوره تدريبيه للاعضاء للتعرف على طريقه التسجيل وطريقه التعامل على هذا النظام الجديد. وانا اعتقد ان شاء الله ده هيبقى افاده لنا جميعا، وده يعتبر يعني مرحله من المراحل اللي احنا اللي الدوله كلها قايمه عليها في التحديث والتطوير. شكرا المهندس اسماعيل لقمه، عضو مجلس اداره غرفه مواد البناء باتحاد الصناعات. النهارده في مشروع اسمه المشروع المصري الالماني لتطوير المشروعات الصغيره والمتوسطه، واللي هو عنوانه اسهامات في دعم القطاع الخاص المصري، واللي من خلاله نفذت غرفه الصناعات الغذائيه باتحاد الصناعات برنامج ازدهار لتاهيل الشركات الصغيره والمتوسطه على النمو، وتم تاهيل حوالي 200 شركه، او هم 200 شركه بالفعل
بالقطاع الغذائي، وده بالتعاون بين الوكاله الالمانيه للتنميه جي اي زد ووزاره التجاره والصناعه. البرنامج مهمته واسهاماته، واحنا شفنا بنفسنا وتابعنا قد ايه الشركات الصغيره والمتوسطه في قطاع الصناعات الغذائيه استفادت من هذا البرنامج الهام، واحنا يعني متابعين دايما لكل تحركات هذا البرنامج المهم. ومعانا على التليفون الدكتور محمد الوزير، استشاري ابتكار الاعمال بالوكاله الالمانيه للتنميه الصناعيه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. مبروك على ختام البرنامج النهارده، احتفلتوا ب 200 شركه خلاص، يعني حققتوا المحاور الاساسيه او المستهدف من تطوير الشركات الغذائيه في هذا القطاع. تحب تقول ايه عن هذا البرنامج، واذا كان هناك برامج اخرى مستمره؟ ربنا يخليك يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. هو احنا النهارده كنا بنحتفل بختام مشروع تعزيز المشروعات الصغيره والمتوسطه، ده مشروع ممول من الحكومه الالمانيه بيهدف لمساعده الحكومه المصريه والقطاع الخاص المصري في بعض القطاعات الصناعيه منهم قطاع الصناعات الغذائيه. في الحقيقه ال 200 شركه دول كانوا مخرج من ضمن مخرجات واحد من البرامج اللي اتنفذت جوه المشروع، وهو برنامج ازدهار كنا بنشتغل فيه بالشراكه مع غرفه الصناعات الغذائيه، وكان الهدف من البرنامج تقديم الدعم المباشر للشركات، هو دعم فني وليس دعم مادي. كنا بنحاول نساعد الشركات ان هي تتعرف على المشاكل الداخليه اللي عندها وتلاقي لها حلول، وازاي الشركه تقدر توفق وضعها وفقا لاحتياجات ومتطلبات السوق، وازاي الشركه تقدر تفتح لنفسها اسواق جديده او تطور من المنتجات بتاعتها بحيث ان هي تكون اكثر تنافسيه سواء على المستوى المحلي او تقدر كمان تلاقي فرص في التصدير. في الحقيقه المشروع ككل قدم خدمات لما يقارب 5000 شركه، وما بين شركات صغيره ومتوسطه وشركات ناشئه ورواد اعمال. لكن ال 200 اللي حضرتك ذكرتهم دول كانوا مخرج من مخرجات واحد من الـ من الـ من الانشطه اللي اتعملت جوه البرنامج جوه المشروع، وهو برنامج ازدهار. تمام. الخطوات اللي جايه ايه يا دكتور؟ يعني والله يا فندم احنا المفروض النهارده كنا يعني بنحتفل بختام المشروع تعزيز المشروعات الصغيره والمتوسطه، وفي نفس الوقت احنا كنا بنبدا مشروع جديد بالشراكه مع وزاره التجاره والصناعه، هو مشروع اسمه الابتكار بالقطاع الخاص. هنبقى بنحاول في المشروع ده ان شاء الله ان احنا هنشتغل مع 4 قطاعات، هم قطاع الصناعات الهندسيه والصناعات الغذائيه والصناعات الكيماويه بالاضافه لقطاع التعبئه والتغليف. هنحاول نشتغل على اكثر من مستوى، على مستوى صناعه السياسات هنكون بنحاول نشتغل مع وزاره التجاره والصناعه وهيئاتها وجهاتها التابعه والغرف والمجالس الصناعيه، علشان نحاول نخلي البيئه التشريعيه تكون محفزه اكثر للابتكار وملائمه اكثر لجذب استثمارات صناعيه اكثر في ال4 قطاعات اللي ذكرناهم. كمان هنكون بنقدم برامج دعم مباشره للقطاع الخاص على شكاله برنامج ازدهار في ال4 قطاعات، بالاضافه لان احنا هنحاول كمان نركز على خلق شراكات ما بين الشركات وبعضها علشان نقلل الاعتماد على الاستيراد، ونحاول انه اذا في منتج او جزء من منتج بيتم استيراده ويمكن تصنيعه بشكل محلي فنحاول نوفر البديل المحلي ونربط سلاسل الامداد ببعضها، بحيث ان الشركات الكبيره تلاقي شركات اصغر تورد لها المكونات اللي بتحتاجها بدل ما تستوردها من بره. شكرا دكتور محمد الوزير، ويعني نتمنى استمرار نجاح هذا البرنامج وغيره من البرامج المهمه جدا سواء في قطاع الصناعات الغذائيه او غيرها من الصناعات. الامر الاخر، شعبه السكر بغرفه الصناعات الغذائيه باتحاد الصناعات اجتمعت الاسبوع اللي فات، كان اجتماع غير عادي لانه كان بيناقش مشكله ظهرت في السوق اللي هي ارتفاع اسعار السكر ونقص المعروض من السكر. يعني الحقيقه كان استجابه كبيره جدا من غرفه الصناعات الغذائيه، وحصل تواصل ما بين الغرفه برئاسه المهندس اشرف الجزائري ومع وزير التجاره والتموين، واعتقد ان الامور حلت بشكل كبير جدا وليس هناك أزمة سكر بإذن الله، والأسعار بتعود إلى
طبيعتها في أقرب وقت ممكن. موضوع الحلقة الرئيسي النهاردة عن صناعة قديمة جدا أبهرت العالم، المصريون أبهروا العالم حتى اليوم، كيف احترفوا هذه الصناعة. الأهرامات الشامخة دليل على هذا الإبداع، تماثيل فرعونية صنعت باحتراف ومهارة تفوق الخيال، صناعة صعبة فعلا توارثها الأجيال جيلا بعد جيل، وعلى مدى السنين الطويلة تطورت، ومع المشروعات القومية العملاقة ظهر أهمية ومكانة هذه الصناعة اللي هنكشف النهاردة عن تاريخها وقعها حاليا ومساهمتها في الاقتصاد، وكمان هنرصد التحديات اللي بتواجه هذه الصناعة العريقة. بعد الفاصل هنتكلم عن صناعة الرخام والجرانيت في مصر مع ضيفي وضيفكم الأستاذ السيد البدوي، نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية.